حلقة جديدة من برنامج مسرح على الهواء. والله الجو زي 20 نفر شايلين لون سيجارة في يدهم بس براك يعني لا تنعزل من الناس. أجي ممنوع التدخين هنا. ده ما دكانك صح؟ هاي دكاني. أنت بتبيع سيجار هنا؟ سجاير في عندي هاي راقي. المدير ده شايل المدمكين اللي فوق في الحيطة. أها شفت شايلين؟ أها يقعد يعايل يعايل لك. اللي شرب منه؟ الباب منه؟ قول المدير ده شغال في الإرصاد؟ هاي لا هو ما داير زول يشتري منك سجاير يشتري من حاجات زي يوم ذاك في بتاع الناس إسحاق إسحاق أيوه أيه ها شلنا كركنتو هاي أمهات زخردة ياي 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 يا ولي أسوي لي سمسماي حياته كله أكل وشرب وبدون خدمة راجل ما بيشتغل بريد جسمه ده أيه أنا ماما أو والله ما عرسك والله لو أي حاجة على الطبوس أنا بحمل لك المسؤولية تجي والله أنا مالي أنت مالي كنت انا ما عرفت لك الدشيشه بدشيشه ما عملت لك العجينه ما عملت ما صبت لك العصيده